مشاهدينا في هذا الخبر المؤلم وأبرز الأخبار والمتداولة في منصات التواصل الاجتماعي، والبداية طبعا مع هذا الخبر اللي زي ما قلنا لكم هز منصات التواصل الاجتماعي، هو اكتشاف فتاة كويتية عمرها 21 عام إصابتها بفيروس نقص المناعة الإيدز قبل يوم واحد من زفافها. طبعا هي اكتشفت الإصابة أثناء قيامها بفحوصات ما قبل الزواج، وكررت هذه الفحوصات إلا أن النتيجة كانت إيجابية. وبعد التحقيق اكتشفوا أن السبب هو ترددها في عيادات تنظيف البشرة وحقن البلازما دون التأكد من اتباعهم من إجراءات التعقيم الصحيحة. خلينا نقف على هذا الخبر مشاهدينا وعلى حقيقة انتقال الأمراض والإصابة بمرض الإيدز بالتحديد من عيادات التجميل، وينضم لنا عبر سكايب الدكتور نزار باهبري استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية. يا أهلا وسهلا فيكم، مساك الله بالخير دكتور نزار. أهلا وسهلا بكم جميع المشاهدين. شكرا لك. حقيقة شكرا على الاستضافة، بس مستفيد و جدا بس تعر طريق عقلانية حقيقة. أولاً نعم دكتور، عفوا بس إذا تسمح لي لأن صوتك قاعد يقطع، هذا الموضوع يعني الأمانة مهم، كل كلمة بتقولها إحنا نبغى نسمعها وأكيد المشاهدين حابينهم يسمعونها منك، لكن فعلا خلينا نرجع ونقول هذا الخبر فجعنا كلنا لدرجة أن يعني قلوبنا معاها هذه البنت الصغيرة عمرها 21 سنة وفرحتها، يعني صدمة يعني من جد، يعني الواحد وبعدين هذا المرض من الأمراض اللي يعني صعب العلاج فيها، هذا إذا كان له علاج أصلا، فالواحد المفروض أنه ينتبه لأي مكان يروح له. يعني أنا أتذكر، أنا غير موضوع عيادات التجميل وهو يعني الأساس، أنا أتذكر من زمان كنا مثلاً حريصين إيش عيادة الأسنان اللي نروح لها، أو حتى ما نروح الصالونات لما نبغى نعمل بديكير منكير وغيرها لازم نكون حريصين إيش المواد المستعملة، إيش الأدوات وغيرها. نعم طيب خلينا أيضا نرجع رؤى ومشاهدينا للدكتور نزار باهبري عشان نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أوسع ونوضح إيش اللي حصل بالضبط. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى دكتور نزار. في البداية خلينا نتكلم عن مرض الإيدز بالتحديد، وهل يعني نبغى نتكلم أول شيء عن مرض الإيدز وكيف أنه ممكن ينتقل من شخص إلى آخر إن صح التعبير. طيب اولا ما نبغى نعرف اصلا كيف جاء للمريض، هذا ما هو اختصاصنا ولا مسؤوليتنا، احنا اللي يهمنا نتاكد من انه التشخيص صحيح. نعم. ثم ان نعرف انه المريض يقدر ياخذ العلاج وحيعيش حياه طبيعيه وحينجب اطفال طبيعيين ويقدر يتزوج شخص غير مصاب فيصير حياته تماما طبيعيه، ما ينقل لاي شخص يشتغل معاه، ولا يمكن الانتقال غير بعلاقة جنسية أو نقل الدم أو إبر المخدرات. بدون كذا العلاقة الجنسية لازم تكون علاقة كاملة وليست أي علاقة جنسية. طيب دكتور نزار تفضل. نعم تفضل. ولكن ما في شيء اسمه منكير وبديكير، هذا الأشياء هذه ما هي موجودة، ما في حاجة زي كذا. طيب دكتور الفيروس احنا عارفين انه ينتقل عبر الدم، ابر البلازما هي ابر صغيره، بس خليني اعطيك عنها فكره، هي ابر صغيره تدخل في جلد، ممكن مو ممكن تسبب يعني خدشات للجلد نفسه للمسامات فيطلع دم، فهذه ممكن ان هي تنقل المرض او اي شيء يسبب نقل الدم او تلامس الدم. لا خلينا اول شيء ما في شيء اسمه تلامس الدم ينقل الايد. احنا خلينا نقول ايش هي البلازما، هذه البلازما اللي تحقن المفروض انها هي تؤخذ من نفس المريض، من نفس الانسان بيأخذ الدم حقها. ايوه. ثانيا ينحط في زي ابره بسيطه، ينحط في زي الخلاط بحيث انه الصفائح تطلع على فوق مع المحلول حق الدم، والكريات الدم الحمراء تسير في الاسفل، هذه مليانه تغذيه اللي هي السوائل، فهي المفروض إذا أخذ الدم حقها يقوموا يكتبوا على شو اسمه الماسورة الزجاجية هذه، يكتبوا اسمها وتدور لحالها في الماكينة.
فأنت إذا كنت بتقول لي هذا انتقل لازم يكونوا حطوا في نفس الماكينة كذا واحدة وأدوك بلازما حق شخص ثاني. ما ينفع البلازما مكتوب عليها اسمك وإنت بتاخدها يقوموا يجي لك إيدز، هذه ما تنفع. طب يمكن الإبر مين نظيفة دكتور؟ ما تنفع، ما يجلس، ما يجلس في الهواء، هذا اللي أبغى أكد عليه، ما يجلس عايش في الهواء. طيب دحين بس أبغى أسألكم سؤال، لو شخص يخيط جراحة حق مريض، المريض هذا مصاب بمرض المناعة وأنا دكتور، هذه الإبرة في يدي، قامت هذه الإبرة قطعت أصبعي واختلط دم المريض بدمي، إيش نسبة إنه يجيني الإيد؟ تفضل جاوبنا دكتور. لا إنتوا إيش تتوقعوا؟ يعني أنا أتوقع حتقول لي صفر، بس أنا أقول لك إنه في احتمالية 3 في 1000. تمام، يعني في احتمالية. إذا كان يأخذ الدواء إذا كان يأخذ دواء لمدة تزيد عن 2 شهر نسبة الانتقال 0. جميل. طب الحين خلينا نتكلم على العلاجات للأشخاص اللي يكونوا مصابين بهذا الفيروس اللي هو طبعا مرض الإيدز. زي ما ذكرت وهذا خبر جدا ممتاز ورائع ومفرح للمصابين إنه يقدر يعيش حياة طبيعية ويخلف أطفال أسوياء وسليمين من هذا الفيروس، كلمنا عن هذا الموضوع تفاصيل أكثر. أولا لازم نعرف إنه الفيروس له مرحلتين، في مرحلة اسمها HIV، يعني هذا من ساعة دخول الفيروس إلى ما تبان الأعراض، الأعراض يعني تجيله سخونة، ينزل وزنه، يجيله إسهال، هذه المرحلة اسمها AIDS. المرحلة الأولى هي اسمها HIV، بس فيروس يدور في الدم. تمام. هذه المرحلة الأولى من ساعة دخول الفيروس إلين ما تظهر الأعراض حوالين من 8 إلى 10 سنوات. فيكون هو عايش في جسمه، ما هو كامل، ما في شيء اسمه كامل، لا عايش في جسمه بس هو ما يدري انه معاه من غير اعراض، فبالتالي ممكن انه ينقل بدون اعراض. تمام. اذا اخذ الدواء في هذه المرحله العلاج حقه سهل تماما، حبه واحده في اليوم ياخذها طول حياته زي كانه مريض اللي مصاب بالسكري او مريض مصاب بالضغط، الله يكتب لهم كلهم الاجر والمثوب، بس هو مرض مزمن. إذا اكتشف في المرحلة الثانية اللي هي اسمها إيدز اللي بانت الأعراض نزول الوزن والسخونة، شوية العلاج يصير أصعب لكنه غير مستحيل، بس يرجع يعيش حياة طبيعية. نعم. طيب ساعتها إذا أخذ العلاج لمدة تقريبا من 3 إلى 6 أشهر يصبح الفيروس في دمه كامل صفر. صفر إذا أخذ الدواء. أي. صفر، فنسبة انتقاله لشخص آخر لا يمكن، مستحيل. نعم. علشان يستطيع الشخص المصاب إنه يتزوج إنسان أو إنسانة غير مصابة وينجب أطفال سليمين تماماً. نعم، واضح واضح دكتور نزار. طيب خلينا نرجع للقصة المتداولة، يعني أنا اللي فهمتها من كلامك يبدو لي أنه يعني أنت ضد فكرة أنه ممكن ينتقل من عيادة التجميل، أو يعني ممكن توضح لنا هذه النقطة دكتور بعد إذنك؟ هذه حقيقة أنا ما أقدر، القصة فيها أشياء كثيرة غير منطقية، يعني في بعض الأشياء كانت في القصة جدا مسيئة للمرض، قال إنه إحنا اجتمعنا جبنا فريق، ليش إيش بتبلغه عادي بتبلغه بمرض بسيط له علاج، وليش قد كده، وليش طبيب الأمراض المعدية ما يبلغ المريض؟ الشخص اللي كان بيتكلم ما هو طبيب حق أمراض معدية ولا عمره عالج، يعني بيتكلم في حاجة هو أصلاً ما له صفة فيها، ما عمره عالج مريض حتى، ولا عمره قال الفيروس ما يجلس قديش برا الدم، ما يجلس أقل من دقيقة، يعني ما تقدر أحد تذكري هذه الحكاية اللي كانوا يقولوا أنا انتقلي من موس الحلاق، ما في حاجة زي كذا. الحلاق عدنان ينقول لك بالموس، يبغاله الموس يقطع الدم حقك، ما يحاسب المريض ولا ينظف الموس، دوبه يقطع كذا يقوم يجلسك يقطع لك كمان انت وجهك، إيش هذا؟ طيب يا دكتور، طيب يا دكتور معلش اسمح لي أسألك، هل طيب هل هذا ينطبق على جميع الفيروسات مثلا بتكلم على الكبد الوبائي وغيرها، ولا هنا في معاملة خاصة؟ طيب
عرفتي فاكرة هذاك اللي احنا قلنا حق الإبرة، الإبرة نسبة الانتقال قلنا كم لو ما ياخد علاج؟ 3 في 1000. صحيح. الإيدز كبد الوباء جين 3%. تمام. الكبد الوباء باء 30%. فالأسرع اللي زي الصاروخ اللي ممكن ينتقل زي كده هو الكبد الوباء باء. فعيادات الأسنان إذا أنت ما شفت الشيء اللي حينظف أسنانك مفتوح قدامك أصح تنظف أسنانك كذا مفتوحة قدامك معقب أصح، لأنه الكبد الوباء منتشر مثلا عندنا في البلد أعلى بكثير من أي فيروسات أخرى، فبالتالي وانتقاله سريع جدا 30% ويعيش لفترة طويلة. الإيدز مرة صعب، مرة صعب يحدث بهذه الأشياء. هذا السيناريو اللي هم بيقولوا حاجة كذا يعني زي اللي يبغى يصنع دراما ترند يا دكتور، يبغون ترند. إحنا ما نقدر نكذب، بس الحقيقة هذا فيه إهانة مرض. الأشياء هذه اللي تصير كذا في الأحداث هذه فيها إهانة مرضى. طيب ما في ما أنت دحين لو أحد أنجرح هو مصاب بالإيدز أنجرح وإنت مسك كذا الدم حقه ووقفت الدم لا يمكن إنه ينتقل لك هنا، ما ينتقل الإيدز، ما في حاجة، ما في شيء ينتقل هنا دكتور. ما في شيء ينتقل، ما في دكتور. طب خليني أسألك، طيب عن طريق التدخين أو الشيش إذا أنت استخدمت نفس اللي حق الشيشة هل بعد ينتقل لك ولا لا؟ لأن إحنا قاعدين نشوف كثير منتشرة الشيش في السوق. لا يمكن ما ينتقل. هو نفس ما ينتقل بالفم ولا باللعاب. تعرفي قد إيش لعاب يبغالك تأخذ من مريض مصاب بالإيدز عشان احتمال إنه ينتقل لك؟ يبغالك تبلع 8 لتر تقريبا. يا ساتر. عمرك لتر؟ طيب. في أشياء لا يمكن. إيش اللي ينتقل؟ اللي ينتقل باللي حق الشيشة ولا هذا الهربس اللي هو يسموه اسمه حرارة البطن اللي يجي. يعني في بنات كثير واولاد كثير مثلا يستخدموا اشياء حقت بعض اللي يجي له اللي كذا مثلا واحد يكون حاطط اللصقه دائما يطلع لهم هذا يسموه حراره البطن، هو ما هو هو اسمه هيربس. نعم. فيقوم هذا الهيربس ينتقل من شخص لاخر. الإيدز لا يمكن، ولا من الحمام، ولا لو اكلت بالعقه، ولا لو مثلا سوقت بنفس فرشه الاسنان ايش، ولا في ناس يقولوا انا فرشت بنفس فرشه الاسنان. ما في حاجة زي كذا، ما ينتقل كذا، ولا في نفس المسبح، ولا بنفس الملابس، ولا استخدام الدورة، ولا يقول لك دورة حمام وانتقلت لي أمراض جنسية. ما في الحمام إيش ينقل الأمراض الجنسية، ولا واحد منهم. نعم والله كلامك دكتور نزار للأمانة طمنا كثير من يعني هذا الموضوع، وطمنا كثير يعني هذه القصة وكثير قصص مشابهة. دكتور نزار باهبري احنا نشكر لك تواجدك ونشكر لك توضيحك لهذا الموضوع، شكرا جزيلا.